لكل المشاهدين اليوم بفت بيت رح أكون عم أشتغل تمارين ستريتشينج. شو يعني ستريتشينج؟ يعني ما نطول العضلة، هالعضلة اللي دايماً عم بتكون مضبوبة من القعدة، من أنه أنا مني عم بفرد جسمي مزبوط، ما عم حرك جسمي، أكيد رح تكون عم تصير أكتر تايت وعم بتشد وعم تخلق لنا أوجاع. لهالسبب كتير مهم نكون عم نخصص على القليلة 5 دقايق من وقتنا لنكون عم نعمل ستريتشينج. رح بلش أنا بالإكسرسايزز اللي كتير هينة وبنصحكم تعملوها كل يوم. رح أكون واقفة مثل ما شايفين، رح أكون عم باخد إيدي to the side وتشوفوا شو رح أعمل، رح كأنه فيقة هيك من النوم وعم بتجنب هيدا اللي بنعملها يوجوالي نحن، بس رح شد أكتر بخصري على السايد، وهون رح أخد إيدي أكتر على أبعد نقطة فيني أوصلها، كأنه عم فيق من النوم بفرد كل جسمي. شو حلو هالإحساس، بنصحكم تقوموا تجربوا هلأ. خدوا نفس اكسهيل وبعيد على نفس الجهة، مثل ما قلت لكم الاحساس بده يكون مش بس عم وصل ايدي، كمان عم مد جسمي وركي بعكس ايدي، عم حاول اوصل لابعد نقطة فيني اوصل لها. ناخد نفس وبريح. كمان رح انتقل للجهة الثانية، مثل ما شفتوا ايدي عم يوصلوا على بعض نقطة، أول شيء برجع بتمدد بشد حالي وبساعد حالي بوركي تو ذا سايد، يعني هيدا الورك عم بزيح على الأذر سايد والإيد فوق وعم شد حالي مد جسمي. باخذ نفس and exhale out one more time. Inhale ريتش 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 قد ما فيي وباك تو ذا سنتر. اكسهيل. رح استعمل الاستيك باند، فيكم انتم تعيدوا نفس التمرين بنفس الطريقه، انا رح ازيد عليها الاستيك باند. رح كون عم شد بايدي من تحت، يعني عم بوصل عم برجع وركي على السايد، عم مد ايدي على الاخر وعم شد كمان بالالاستيك باند على الماكسيموم. One more time. Come in and exhale. ريح كتافي شوي، بدي علي كتافي على أبعد نقطة بقدر أوصل له، يعني كأنه عم أقول لا. كتير بريح هذا الإكسرسايز، جربوه هلا أنتوا قاعدين فيكم تجربوه. وبدي أعمل دروب، أرجع لكتافي لتحت على الاخر كانه عم بدفو شيء لتحت. اب لفوق، عم بحاول اوصلهم على ابعد نقطه لكتافي، ودائما لما نزل كتافي بكون عم ترتاح رقبتي اكثر، فبنزل لتحت على الماكسيموم هولد تحت شوي، ببرم كتافي من قدام برمه كبيره بوسعها لورا وبنزلهم كمان مره وبنزلهم. هذا الشيء كثير بيريح الرقبه والظهر، بيقعد كثير على مكتب، بنصحكم تكونوا عم تعملوا هالتمرين اللي كثير بسيط. بعلي على الاخر وبوطي، بعلي وبوطي على الاخر وبعمل هولد، يعني ببقى بالوضعيه تحت لوقت شوي اطول. وهون انا وبهالوضعيه رح ازيح رقبتي تو ذا سايد، دينتي على كتفي، شويه بوش صغيره، بس ما بكفي اعمل بوش وايدي هيك عاليه، بدي اكون عم وطي ايدي لحس بستريتش اكثر. وتاني جهه نفس الشيء، ايدي واطيه، خيي ارتاحت رقبتي، هلا ظهري رح كون عم برجع بالورك لورا، عم رجع وركي لورا، عم قرب ايدي لقدام، عم بفرد جسمي على الاخر. كمان شوفوا الاحساس، بس في من النوم هيك مت حالي، هون الورك بعكس الظهر عم مت حالي لقدام، بوصل على ركبتي معدتي لجوا، ليفت اب دروب ذا شولدرز وان مور تايم لقدام، مت حالي لقدام ولورا بالورك، اكستند 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 قد ما فينا، وهون وطي بند يور نيز معدتي لجوا، رول دروب ذا شولدرز. كمان اخر اكسرسايز رح اعمله لاجري، رح كون عم بعمل ستريتش لاجري بهالشكل، برجع دائما وركي لورا
hold. افتح الصدر. افتح الصدر. يعني ما بتكون هيك. اوكي؟ بنفضل انه دائما نكون ما عم ناخذ هيدي الوضعيه، نكون عم نفتح اكثر التشست وعم نحاول نحط الستريتش بالرجعه بالورك اكثر. كمان سويتش سايدز. شوفوا في فرق من ما انزل لعندها انا وفرق من ما ارجع انا بالورك لورا وبحس بالستريتش من هون. فرق ما انزل انا لعندها بظهري، فرق ما افتح التشست وكون عم رجع الورك لورا وعم حس في هيدا السويتش. ناخذ نفس اكسهيل. فينا كون عم رجع الورك اخر مره او اخر تمرين لورا، وصل ايدي لقدام، بحس بالستريتش بعضلات اجري كلهم من ورا وظهري، برفع حالي شوي شوي، وطي الكتاف على طول، وطي الكتاف لترتاحوا. خذوا نفس على رواق، ظهروا النفس، جربوا تنفسوا على رواق لانه عن جد النفس الرايق بيعطيكم رواق، بينما اذا شديتوا بالنفس ما حتحسوا بهيدا الرواق. سو بهالطريقه بنتنفس رواق اكسهيل، وهيك بنكون عم نريح حالنا. هيك بكون خلصت انا الستريتشنج اكسرسايز لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوهم وعملوهم لتقدروا تستفيدوا منهم على الاقل 3 مرات بالاسبوع، ما تكونوا عم تختصروا الستريتشنج بتمارينكم لانه كثير مهم وبفيدكم. بتمنى لكم نهار حلو، اكيد بشوفكم بتمارين جديده. ستي اكتف ستي اكتف ستي اكتف، بدي ضلني عم بحكيكم بهالموضوع، ما تعدوا تحركوا، نحن خلقانين لنتحرك، جسمنا معمول ليتحرك. بتمنى لكم نهار حلو، بشوفكم.